يرحم الشهداء يا أولادي التلميذ، الهدرة والعربية، الهدرة والقرآن، الهدرة والقرآن، شهيد يرحم الشهداء، ما تعذروا تن، الجزائر حرة، الجزائر حرة، الجزائر حرة، هي أم العرب، هي أم العرب. يشرف مدرسة برغيو سليمان أن تحتفل بذكرى يوم الشهيد 18 فبراير، وهذا لترسيخ مبدأ دراسة التاريخ وتذكير أبنائنا بالعبر والعظات وما عاناه الشعب الجزائري أثناء الحقبة الاستعمارية. وكان معنا يعني في هذا الحفل جاهد من هذه المنطقة وهو السيد بن عبو العياشي، وهذا للتواصل بين أجيالنا وأطفالنا، وهذا لترسيخ مبادئ الثورة التحريرية فيهم. الله ينصر الجزائر، راهم عرضوني اليوم كبروا بيا، والله ينصر العلماء. هذا الجيل إن شاء الله يعمله جيل في جيل، جيل تاع اليوم ماهوش تاع اللي فات، يعمله ينصر الجزائر. بمناسبة يوم الشهيد المصادف ل 18 فيفري، نستذكر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وقدموا أرواحهم من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. اليوم نحتفل بيوم الشهيد، نحن نتعلم من شهدائنا حب الوطن وأن نضحي من أجله. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. وتجاوزت الظنون حين حطمت الطغاة، نلت أقصى ما تريد، شعبك اليوم سعيد، يا شهيد يا